النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل مين نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نستعرض معكم الآن آخر توقعات وآخر تحديثات حالة الطقس في المملكة خلال الأيام القادمة. بدأت المملكة منذ ساعات الليلة الماضية بالتأثر بتيارات شمالية غربية رطبة عملت على سيادة أجواء باردة غائمة في عموم المناطق، هطلت على إثرها أيضا زخات خفيفة من الأمطار والله الحمد في شمال المملكة، إضافة إلى المناطق الوسطى ومناطق محدودة من المرتفعات الجبلية الجنوبية. توقعات بأن تستمر الأحوال هذه الأحوال المشابهة حتى ساعات مساء هذا اليوم الاثنين قبل أن تستقر الأجواء خلال الليلة القادمة، وتوقعات حينها بتشكل كثيف للضباب وربما انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطرق الرئيسية النافذة في المملكة نحو المناطق الشرقية والجنوبية، أيضا مما فيها مناطق السهول، قد تشمل بذلك منطقة مطار الملك علياء الدولي، وبالتالي هنالك خطر في عرقلة حركة الملاحة الجوية خلال ساعات الليلة القادمة وصباح يوم غدا الثلاثاء بإذن الله. توقعات نهار غدا الثلاثاء بأن يطرأ نشاط في الرياح الشرقية بشكل تدريجي خلال ساعات نهار، هذه الرياح من شأنها زيادة الإحساس بالبرودة في ظل استقرار الأجواء بشكل عام وتناقص كميات الغيوم مقارنة باليومين الماضيين. توقعات باستمرار هذه الرياح الشرقية حتى نهاية هذا الأسبوع الجاري، مع نهاية هذا الأسبوع توقعات باندفاع لامتداد منخفض البحر الأحمر من الجنوب، يترافق ذلك بكتلة هوائية باردة ورطبة نحو سواحل شمال مصر، مما يؤدي إلى نشوء أحوال جوية غير مستقرة تعمل على انخفاض درجات الحرارة من جديد خلال الأيام الجمعة والسبت والأحد مقارنة بالفترة الحالية، لكن الإحساس بالبرودة سوف يقل نظرا لتراجع الرياح الشرقية النشطة. كذلك الحال هناك توقعات بتجدد فرص هطول زخات متفرقة من الأمطار في حينها أي مع نهاية الأسبوع الجاري بمشيئة الله. نعود معكم لتوقعات الليلة القادمة في العاصمة عمان، 5 درجات مئوية هي الدرجة الدنيا المتوقعة في العاصمة، أجواء كما نلاحظ ضبابية، يكون هذا الضباب أكثر كثافة صوب الأجزاء الجنوبية والشرقية في العاصمة عمان التي تتبع مناخ السهول، وتوقعات بانعدام مدى الرؤية الأفقية على الطرق الرئيسية النافذة نحو الشرق وجنوب المملكة بمشيئة الله. توقعات الخاصة خلال الأيام القادمة كما تحدثنا بدء نشاط في الرياح الشرقية، هذه الرياح من شأنها زيادة الإحساس بالبرودة لا سيما فوق المناطق الجبلية ومناطق السهول وبشكل لافت مع ساعات الليل والصباح الباكر وحتى ساعات المساء أيضا. توقعات كما تحدثنا ببدء أحوال جوية غير مستقرة بالتأثير على المملكة تدريجيا صوب نهاية الأسبوع، تبدأ في مناطق محدودة يوم الخميس على شكل تكاثر للسحب على ارتفاعات مختلفة سنتحدث عنها في وقت لاحق. كان كل ذلك حتى اللحظة، للقاء.